الان مستوى ماكسي لوبيز. نعم نعم الوضع حرج للغايه. وريال مدريد دائما ما يفكر بلاعبين كبار, بلاعبين في خط الهجوم على وجه التحديد على العموم, وخاصه بعد تراجع مستوى راؤول باقي من مع التشكيله وتقدم ومرور ناجح وكره تنحط في الجول. رياض في المرحلة الأولى, رياض في المرحلة الثانية, الآن خذ مباراة عاد. الآن خذ إثارة, الآن خذ قوة, الآن تابع لحظة بلحظة مؤقت من الخطأ. لكن لاحظ الكرة, روبينيو يا سلام حلوة من أقوين هيجوين المتألق مع ريال مدريد إلى روبينيو, ممكن يمر, ممكن يتقدم روبينيو إلى هيجوين, يحاول أنه يسيطر عليه مرة أخرى. رياض خلاص العريس خلاص, كلمة السر ريس خلاص, خلاص. مشاهدي الجزيرة الرياضية الأعزاء الكرام في كل مكان, يبتسم فاكابيلو, تبتسم مدريد, صبر مدريد وصبر فان نيستلروي, والآن ريس وديارة, والآن لاحظ كزيس أين ذهب, قرب المنطقة الركنية للمرمى المقابل, فرحة كبيرة. قلنا من يكون على موعد مع التاريخ يوسف؟ لاعب على خط الاحتياط, لاعب بديل كان على موعد مع التاريخ. لاحظ فرحة نادال, فرحة مدريد كلها. نعم. والآن الحزن, الأربعة لم ينفعوا. هناك أربعة أهداف في برشلونة لم تنفع, وهنا أربعة أهداف ثلاثة للريال نفعت, هدف رائع.